واحد بيقول احنا اسره جينا من الصعيد من سوهاج واستقرنا في عزبه النخل من شهر فبراير الماضي، حتى الان ما فيش اب كاهن جه استقطنا، بالرغم من ان الكنيسه فيها 10 اباء كهنة. يا ريت قداستك تشوف الموضوع ده. انا طبعا اسف لهذا الموضوع وحقك علي، بس عايز اقول لك حاجه. عزبة النخل دي فيها ولا 20,000 مسيح، عدد كده زي الرمل. والاباء الكهنة جايك ما يقدروش مهما كانوا مهما يتاخدوا كل احد. نصيحتي ليك هي الاتي، انت مدام جيت جديد كان الاصول تروح مخبر الاب الكاهن المسؤول او الاباء كلهم. انا جيت من سوهاج وسكنت في الحتة الفلانية، واحب انكم تفتقدوني في هذا العنوان، وقطعا هيجوا يفتقدون. لكن هم منين يعرفوا انك انت جيت من سوهاج، ومنين يعرفوا انك انت سكنت في عزبة الناس؟ على كل لو ادتني عنوانك انا ابعت لك حد يفتقدك من الليلة قبل ما تنام.